ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هيكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناة اي بوكسي وورد. والنهاردة 1/1/21، بداية جديدة وسنة جديدة، يا رب تكون سنة سعيدة علينا جميعا. وقبل ما ابدأ الفيديو بتاعي واتكلم في موضوع النهاردة، احب اشكر كل الناس اللي دعمتني في الكومنتس تحت على الفيديوهات اللي فاتت، وانا بسببكم قررت اكمل فيديوهات تاني على قناة اي بوكسي وورد. بمناسبة اننا اول يوم في السنة الجديدة، فانا هدعي دعوة واتمنى امنية وهقول لكم الحلم اللي انا بتمنى احققه. انا من الناس اللي بتيجي عند الدعاء وما بتبقاش عارفة تدعي بايه بالظبط، وبتقول فقط يا رب. فانا بتمنى من كل الناس اللي متابعاني او شافت الفيديوهات بتاعتي او استفادت مني بمعلومة انها تدعي لي في الكومنتس تحت. تاني حاجة، الامنية اللي انا نفسي احققها وبتمنى في السنة الجديدة ان انا افيدكم اكتر واكتر بالمعلومات اللي انا عارفها في مجال الرزق. لكن الحلم اللي انا بتمنى احققه ان انا اكون اول واحد في مصر او الوطن العربي بيقدم محتوى للرزق. طبعا انا بشكر كل الناس اللي بتتفرج عليا او اشتركت في القناة او استفادت مني بمعلومة، وحاليا انا موجود هنا بسببكم. وفي النهاية ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. طبعا انا ذكرت لحضرتك في الفيديوهات اللي انا نزلتها على القناة قبل كده ان قناة اي بوكسي وورلد بتساعدك بطريقة نظرية او طريقة عملية انك تبدأ مشروع الرزق. وانا دايما في قناة اي بوكسي وورلد بحاول انقلك كل خبرتي اللي انا اكتسبتها من مشروع الرزق، فحاول حضرتك انك تستفيد بكل المعلومات اللي انا بقولها على القناة، اذا كانت بطريقة نظرية او طريقة عملية. وزي ما قلت لحضرتك ان انا دايما على القناة بناقش الموضوعات الهامة اللي الناس بتسألها او المبتدئين بيسألوها في جروبات الرزق. واول سؤال معايا في فيديو النهاردة ان انا لقيت ناس كتير او المبتدئين عموما بيسألوا السؤال الشائع اللي اقوله لحضرتك ده، مشروع الرزق بيتكلف كام؟ يعني حضرتك عايز مبلغ كام علشان تبدأ مشروع الرزق؟ طبعا حضرتك كمبتدئ بتدخل اي جروب من جروبات الرزق وتنزل السؤال ده وتقول لهم يا جماعة انا عايز ابدأ مشروع الرزق، ايه الفلوس اللي انا محتاجها او محتاج مبلغ كام علشان اشتري الخامات والادوات بتاعتي. فحضرتك هتلاقي كذا كومنت اتكتب لك اللي يقول لك 1000 جنيه، 2000 جنيه، 3000 جنيه، وبتوصل ل10000 جنيه. طبعا اللي جاوب لك على حسب الحاجات اللي هو شاريها او استخدمها، لكن انت كمبتدئ برضو معرفتش هتبدا مشروع الرزم بتكلفه كام. واجابه السؤال ده يا جماعه ان حضرتك ممكن تبدا مشروع الرزم بالتكلفه اللي انت عايزها، لكن اللي بيقول لك 1000، 2000، 3، 10000 ده بيعتمد على الخامات اللي هو اشتراها. لكن حضرتك هتبدأ البداية الفعلية لأي مبتدئ بيبدأ مشروع الرزق، وأنا دلوقتي هحسب لحضرتك التكلفة اللي ممكن تبدأ بيها مشروع الرزق، لكن أنا دلوقتي هقولك تبدأ بفلوس كام أو تشتري إيه بالظبط علشان التكلفة تكون قليلة عليك، علشان لا قدر الله حضرتك ما كملتش في اي وقت مشروع الرزن يبقى ما خسرتش كتير. ويلا بينا دلوقتي هقول لكم الامكانيات اللي انتم ممكن تبداوا بيها. ايه هي امكانيه حضرتك علشان تبدا بيها او تشتري بيها الخامات؟ واول حاجه حضرتك يا اما هتشتري كيلو رزن او نص كيلو رزن. كيلو الرزن عامل 200 جنيه، لكن النص بيعمل 100 120، فحضرتك كمبتدئ هتشتري يا اما نص يا اما كيلو. فهنحسب التكلفة في النهاية، لو قلنا مثلا كيلو رزن يبقى كده 200 جنيه، وحضرتك كمبتدئ مش هتشتغل لا في صواني ولا كوسترات ولا ترابيزات، لكن هتشتغل في اكسسوارات علشان تجرب فيها. فلو فرضنا ان قالب الاكسسوارات عامل 100 جنيه او 150 جنيه، فهتبقى التكلفة النهائية عاملة 350 جنيه. يبقى انت اشتريت كيلو رزن وقالب اكسسوارات، يبقى كده التكلفة كلها 350 جنيه. نيجي للأدوات او الخامات اللي حضرتك ممكن تشتريها علشان تبدأ بيها مشروع الرزن. عندك الوان كتير، ممكن حضرتك باقل تكلفه تعمل الالوان اللي انا عملتها على القناه. انا قبل كده عملت الالوان الكحوليه بالوان الفلماستر، وعملت قبل كده برضو الالوان الفسفوريه. ولو حضرتك مش عايز تشتري الوان الكحوليه الاساسيه اللي بيبقى موجود معاها اللون الابيض، ممكن حضرتك تستخدم الالوان اللي انا عملتها. ولو فرضنا مثلا ان الالوان الكحوليه اللي انا عملتها او الوان الفلماستر تكلفتها كلها 50 جنيه، يبقى كده تكلفه مشروع الرزم معاك 400 جنيه. وايه هي الالوان اللي حضرتك ممكن تشتريها تاني لمشروع الرزق؟ زي الوان المايكا او الوان البيجمنت. وانا دايما بلاحظ المبتدئين بيشتروا كل الالوان او كل الخامات، ليه حضرتك كمبتدئ ما تشتريش لون ولا اتنين ولا تلاتة فقط؟ يبقى انت كده تكلفتك قليله، فلا قدر الله لو المشروع ما نجحش معاك او انت ما كملتش يبقى انت ما خسرتش كتير. فانا حاليا بنصح كل الناس المبتدئه في مجال الرزن او مشروع الرزن ان هم يمشوا على نفس التكلفه اللي انا بقولها لحضرتك دلوقتي. فلو حضرتك حابب تشتري الوان مايكا، ممكن تشتري لون او لونين او ثلاث الوان بالكتير قوي تجرب فيهم، فكده تكلفه المشروع معاك في النهايه برضو ما كملتش ال 400 جنيه. يبقى انا كده قلت لك التكلفه اللي ممكن تبدا بيها ان انت هتشتري كيلو ريزن والالوان اللي انا استخدمتها على القناه وقالب السيليكون، وممكن تشتري لون او اتنين او تلاتة من الوان المايكا. يبقى كده التكلفه في النهايه يا جماعه حوالي 400 جنيه. ونيجي لاخر حاجه حضرتك ممكن تشتريها،
والحاجة دي هي الاكسسوارات اللي بتركبها في النهاية علشان تعلق منها السلسلة او الاقفال او الحاجات دي. فانت دلوقتي تكلفتك كلها ما تعديش ال 500 جنيه. ليه دايما بسمع في الجروبات 1000 2000 3 واللي صرف 10000؟ لان هم ماشيين غلط. هم دايما بيشوفوا الحاجات اللي شغالة في مشروع الريزن وبيشتروها، لكن ما يعرفوش استخدامات الحاجات دي ايه. انت كمبتدئ المفروض ما تشتريش الصنفرة ولا جهاز الجلخ اللي انا اشتريته ولا الميني كرافت ولا اي حاجة من الحاجات دي، ولا حتى الكومباوند ولا البولش، لان الحاجات دي ليها استخدامات تانية حضرتك مش هتستخدمها. فانا دلوقتي بكلم حضرتك في بداية سهلة جدا ممكن تبدأ بيها، لكن بالنسبة للحاجات اللي معروضة في الجروبات او المحلات فهي كتير عليك كمبتدئ. والنصيحة الأخيرة اللي أنا هقولها في السؤال ده للمبتدئين، حاولوا تشتروا الحاجات اللي أنتم محتاجينها فقط. وطبعا يا جماعة تكلفة ال 500 جنيه تعتبر برضو كتير، لكن أنا بقول لك نسب تقريبية. حضرتك ممكن تبدأ مشروع الريزن ب 300 أو 400 جنيه، وكل الكلام اللي أنا بقوله لك ده محدش هيقوله لحضرتك. وفي السؤال ده أتمنى أكون قلت لك كل المعلومات الصحيحة أو الكاملة اللي حضرتك ممكن تبدأ بيها. ودلوقتي نيجي للسؤال التاني، والسؤال التاني ده يعتبر اكتر سؤال شائع الناس كلها بتسأله، واللي بيجاوب عليه ما بيجاوبش اجابة كاملة. والسؤال: ما هي اضرار مادة الريزن؟ ومادة الريزن او الايبوكسي زي ما هي مشروع حضرتك هتشتغل فيه طبعا ليه اضرار ومحدش بيتكلم عن الاضرار دي. ايه هي اضرار مادة الريزن؟ طبعا انا مش كيميائي ولا خريج كلية علوم ولا دكتور هقول لك ايه هي الاضرار كاملة، لكن انا هنقل لك تجربتي الشخصية والاضرار اللي انا مريت بيها في مشروع الريزن. ايه هي الاضرار دي؟ انا في يوم من الايام كنت شغال بعمل اكسسوارات من غير ما البس جوانتي او ماسك، وزي ما قلت لحضرتك انا كنت شغال بالليل بعمل اكسسوارات من غير ما البس جوانتي او ماسك، وانا شغال يا جماعة بالليل ما شمتش اي ريحة من التفاعلات الناتجة من مادة الريزن او مادة الايبوكسي، فبالتالي انا نمت وصحيت تاني يوم مش قادر احرك جسمي تماما. انا دلوقتي بنقل لك تجربتي الشخصيه اللي انا مريت بيها. بعد كده انا جيت اصحى من النوم الصبح علشان اروح شغلي، ما قدرتش اروح الشغل. ليه؟ لان انا لقيت نص وشي واقف تماما ومش بيتحرك. مش بيتحرك ليه؟ لان انا اكتشفت في النهايه ان الضغط واطي عندي، فبالتالي الضغط وطي فاثر على وشي، فما كنتش قادر اتحرك حتى ولا امشي. فاول ضرر من اضرار ماده الايبوكسي انها ممكن توطي الضغط عند حضرتك، ودي اول تجربه انا مريت بيها. تاني حاجه حسيت بضيق تنفس وان عيني مزغلله وفيها احمرار، وابتديت ان انا اهرش في ايدي وفي دراعي كله، ولقيت وشي كله عمال يحمر وفي حبوب، وكل ده نتج من تفاعلات مادة الريزن اللي انا ما شفتهاش او ما حسيتش بيها وانا شغال، وكل ده حصل لي علشان ما لبستش جوانتي وماسك. فانا دلوقتي بنصح حضراتكم، اي حد مبتدئ او شغال في مشروع الريزن المفروض وهو شغال يلبس جوانتي ويلبس ماسك، علشان التفاعلات الناتجة من مادة الريزن تعتبر تفاعلات شبه سامة، فهي هتأثر عليك في الاول وفي الاخر لو حضرتك ما خدتش كل الاحتياطات وانت شغال. لازم وانت شغال تلبس جوانتي وتلبس ماسك. يبقى انا كده قلت لحضرتك تجربتي الشخصية من اضرار مادة الريزن، واول حاجة ممكن الضغط يوطى عند حضرتك، تاني حاجة زغللة واحمرار في العين، ممكن التهابات او حساسية، ضيق في التنفس، وكل دي اضرار ناتجة من مادة الريزن. فبتمنى من كل الناس اللي شغالة مشروع الريزن ان هم ياخدوا احتياطاتهم. ونيجي لاخر حاجة قبل ما اقفل الفيديو ده، يا جماعة ستات كتير بتدخل تسألني عن مشروع الريزن، واول سؤال بسأله للسيدة اللي دخلت تكلمني: انت ام ولا بنت؟ فبالتالي بتقولي انا ام، وفي نفس الرد بتقولي انا حامل. طبعا انا مش دكتور ولا كيميائي علشان اقول لها ما تشتغلش مشروع الريزن دلوقتي غير لما الحمل يخلص، لان انا معرفش ايه هي الاضرار الاساسية الناتجة عن مادة الريزن للستات الحوامل. فبالتالي انا بنصح اي سيدة حامل دخلت تكلمني انها ما تشتغلش مشروع الريزن في الوقت ده، لانها حتى لو مش هتضر نفسها وهتاخد كل الاحتياطات بتاعتها ممكن تضر الجنين. انا مش دكتور ولا كيميائي علشان اعرف ان المعلومة بتاعتي دي صح ولا غلط، لكن في الاول وفي الاخر انا بنصحهم النصيحة دي لوجه الله. فبالتالي اي سيدة حامل عايزة تشتغل مشروع الريزن في وقت الحمل، فبالتالي ممكن تستشير ناس متخصصة في مجال الريزن او دكاترة، لكن انا لا دكتور ولا كيميائي، انا بقدم نصيحتي الشخصية للناس اللي دخلت تسألني. فانا في الفيديو ده بنقل لك تجربتي الشخصية اللي حصلت مع اضرار الريزن، فحاول تستفيد بكل المعلومات اللي انا قلتها لحضرتك دي. واتمنى يا جماعة يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.